معنا من اسطنبول الناشط السوري بكر أتجان، واللي لاحظناه خلال الفترة أن هذا الرجل يعني يعمل ليلا نهارا لخدمة الثورة والثوار. مرحبا بك أخي بكر. شكرا جزيلا أستاذ أسعد. أخي بكر، يعني ممكن تعطينا لمحة بس عن نشاطاتك في اسطنبول. سياق الثورة في اسطنبول. طبيعي نحن بكوننا عايشين في اسطنبول منذ فترة طويلة، اعتبارا من ابتداء الثورة إلى حد الآن، جميع الناس اللي بيجوا من أجل تأييد الثورة، إن كانوا من داخل سوريا أو من الدول المجاورة ومن الدول الأخرى، بنحاول قدر الإمكان نساعدهم هنا في جميع اتجاهاتهم مهما كانت ميولهم السياسية، أيضا لأنهم يدعمون الثورة وأيضا نحن كمان ندعم هذه الثورة، فهذا السبب نكون معهم في جميع النشاطات اللي يأتون من أجلها في اسطنبول. طيب برأيك أخي بكر، الآن يعني لو نظرنا إلى المرحلة الحالية التي وصلت إليها الثورة، يعني بتقديراتك كم نحن بعيدين عن النصر أخي؟ طبيعي كل تمنياتنا تكون النصر قريب جدا، وأنا تقديري في خلال أشهر قليلة، شهرين ثلاثة أشهر إن شاء الله النظام الحالي يسقط، ونحن الموجودين خارج سوريا نرجع إلى بلدنا ونرجع سوريا إلى أفضل ما يكون، وسوريا أهل سوريا كلها في الداخل والخارج يكون يبنوا سوريا الحديثة في أفضل شكل. بعتقد بإذن الله خلال أشهر تتم هذا إسقاط النظام المجرم الآن في سوريا إن شاء الله. وحياك الله أخي الكريم. شكرا جزيلا. شكرا.